ওই oh, চান السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملين ايه يا رب كلكم تبقوا بخير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النهارده هنعمل مع بعض كيك البلح ويلا نشوف الطريقة اول حاجة جبت هنا البلح اسود قشرته وفصصته وقسمته اتنين ومعايا سكر هو ده اللي هنكرمله يلا نشوف هنعمل ايه جبت الصينيه اللي انا هعمل فيها الكيك مع قطعه من الزبده ونزلت بيها بنص كوب من السكر ما كترتش يعني انا الكوب ده اخدت نص نص بس وهفضل اقلب كده على النار واطيه خالص خالص لحد ما يتكرمل معايا ما نعليش النار عشان ما يغمقش مننا قوي ان هو لسه يدخل الفرن وكمان البلح بيغمق الكراميل اكتر فاحنا عايزينه فاتح شويه مش هنغمقه وافضل اقلب فيه كده بالراحه لغايه لما السكر يدوم مني ويتكرمل بصوا هنا ابتدى يتكرمل معايا نخلي بالنا في الخطوه دي واحده واحده وبقيت اخد كده من الجناب عشان ما مني وبقيت اقلب هو ده اللون اللي انا عايزاه خلاص طفيت النار يلا بينا نشوف هنعمل ايه هنا خلاص بعد ما طفيت النار وجبت الصينيه هرص بقى البلح بس هخلي الوش ايه لتحت والضهر هو اللي ظاهر لي عشان لما نيجي نقلبها تدي شكل حلو اهو زي ما انتم شايفين كده خلاص رصيت البلح بعد كده نشوف مقادير الكيك <applause> يلا بينا نشوف مقادير الكيك معايا كوبايتين ونص من الدقيق هما تلاتة هياخد كوبايتين ونص هياخد التلاتة لسه مش عارفة حسب الدقيق معايا كوب من اللبن يكون دافي معايا كوب من السكر كوب ربع من الزبدة بيض وفانيليا وبيكنج بودر ونشا ومعلقه كبيره من الخل يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض جبت البوله بتاعتي وجبت السكر وهبدأ اضرب الزبده مع السكر كويس السكر هنا حسب الرغبه لو انتي بتحبي الكيك مسكر شويه هنزود نص كوبايه لو تحبي سكر معتدل يبقي كوبايه هفضل اقلب كده لغايه لما احس فيه قوام كريمي خلاص هنا بعد خاصة عملت القوام الكريمي هنزل ببيضه بيضه وهضرب لغايه لما تختفي خالص تمام اهي هضربها لغايه لما تختفي وهنزل بالبيضه التانية وهكذا وهفضل اكرر العمليه دي لغايه لما اخلص كميه البيض كلها الاربع بيضات خلاص وهبدا اضرب زي ما انتم شايفين كده الكيك ده سهل جدا جدا وبسيط كان طعمها روعه كان نفسي بجد تكونوا معايا عشان تدوقوها وبدات اضرب خلاص اخر بيضه وبعد كده هنزل بالفانيليا ومعلقه الخل انا نزلت بالفانيليا وبعد كده هنزل بمعلقه الخل سهله جدا جدا وبسيطه اللبن هنا انتوا زي ما متعودين مني دايما أقول اللبن عشان نجاح سر الكيك اللبن يكون سخن او دافي ما تخافوش البيض هنا مش هيستوى ومش هيحصل اي حاجه خلاص كده خلاص ضربت اللبن كويس مع الزبده والسكر والبيض وبعد كده هنزل بالدقيق واحدة واحدة على فكرة الدقيق هنا انا نخلاه يعني قبل ما تستخدميه انخليه طلعي منه الرطوبة وهقلب شوية بشوية اوكي وهقول لكم النشا لما اجي انزل بالنشا سر النشا ايه هنا في الكيك هقول لكم على طول بس تيجي الخطوة الاول وبعد كده هنزل بحبة حبة واقلب حبه حبه وقلب انا هنا بالظبط اخدت كوبايتين ونص ومعلقتين زياده يعني انا خدت كوبايتين ونص دقيقة ومعتين زيادة طبعا حسب الدقيقة ده اخدي التلات كوبايات تاخدي كوبايتين ونص وبعد كده نزلت كيس الفانيلي سوري البيكنج باودر وهقلب تمام <applause> كده وبعد كده نزلت معلقتين كبار من النشا معلقتين كبار كده هرمي من النشا النشا هنا بيطري الكيك جدا بيفتحه بيبقى محسن رائع جدا للكيك بي بصراحه بينقله حته تانيه بجد بينقلوا حته تانية يعني جربوه وقولوا رايكم وبعد كده نزلت باخر حبه خلاص من الدقيق وبعد كده مسكت الصينيه دهنت الحروف زيت عشان ما تلزقش معي طبعا انا مسخنه الفرن وانا شغاله في الكيك على درجه حراره 180 طبعا الفرن بيختلف لو هو عالي هنخليه 180 لو هو الفرن بتاعك واطي شويه هنخليه على درجه حراره 200 وبدات انزل هنا بالكيك خلاص وهنا خلصت خلاص يعني نزلت بالك بكل عجينه الكيك كلها وهسيبها بقى في الفرن لمده ساعه الا ربع او يعني خمسة وعشرين دقيقه بالكثير وهنا بعد ما طلع هي لا هي مش غامقه بسبب اللي هي اتحرقت لا هي غامقه بسبب ان التمر او البلح غامق مع الكراميل وكده خلصت الكيك بتاعي يارب تعجبكم ما تنسونش بالاشتراك واللايك وتعليق حلو منكم واشوفكم على خير يا اجمل متابعين